مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هيكون فيها أخبار كتيرة جدا ومتعددة بخصوص النادي الأهلي كالعادة، وده أهم شيء بالنسبة لنا خلال الفترة الحالية، وأيضا بخصوص الأخبار المحلية وبعض الأخبار العالمية. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفني وينورني الأستاذ خالد عامر الناقد الرياضي بموقع جريدة الأسبانية، وهنتكلم في أمور كتيرة جدا محليا وعالميا أيضا، وأكثر تحديدا اللي بيهم كل جمهور النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي، خصوصا في فترة احنا بنستعد فيها لمرحلة هامة جدا كفريق أول لكرة القدم يعني بالنادي الأهلي، لبطولة دوري أبطال أفريقيا. هذه البطولة اللي بينتظرها وبيستناها كل فرد من جماهير النادي الأهلي، فبالتالي عندنا بداية مهمة قوي لازم تكون قوية مع فريق يطلع بره إن شاء الله بإذن الله يوم 11 أغسطس، وإن شاء الله كمان مباراة العودة هتكون في مصر، مباراتين بنسبة كبيرة خلاص في مصر وبالتحديد ملعب برج العرب. عندنا كلام كتير قوي قوي وأخبار محلية بالتحديد هنبتدي بيها، بس بعد ما نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. الأهلي يحشد قواه قبل الانطلاقة الأفريقية. المارد الأحمر يواجه اطلع بره في برج العرب ذهابا وإيابا. الجهاز الفني للأهلي يدرس خوض مباراة ودية قبل مواجهتي اطلع بره. الأهلي يعلن إعارة ريان وتوفيق والجزار للجونة لمدة موسم. الأهلي يكشف موعد عودة سمير وإكرامي ومحمد محمود للتدريبات الجماعية. اتحاد الكرة يعيد نسبة 1% الخاصة بانتقالات اللاعبين بالموسم الجديد. وإيقاف ميسي 3 أشهر دوليا. من استاد القاهرة بننقل إليكم نهائي بطولة أندية أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو بطل غانا. هنا الخطيب بيحط الكرة العمل على طول وماشي الخطيب هو واحد بفاضل نفسه ولا بيجيك شمال. إن شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة ويكرم لعيبة النادي الأهلي. كرة زادت ويجي جول يا جول يفوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا لأول مرة. ايوه كده، عايزين نخش في اجواء افريقيا كده خلاص، واحنا مقبلين على اول مباراه في البطوله دي، وان شاء الله نعيش هذه الاجواء بشكل مميز وبانتصارات متتاليه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، سعيا نحو عوده هذا اللقب الضال عن دولاب بطولات النادي الاهلي. كلنا في انتظاره ان شاء الله، وبالتحديد في انتظار بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، والكل في النادي الاهلي في الحقيقه بيعمل على تحقيق هذا الهدف، سواء كمسؤول كعضو جهاز فني كلاعبين، كلهم عارفين الهدف بالنسبة لنا إيه أو بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي إيه، بخلاف طبعا كل البطولات اللي بيشارك فيها الفريق. إن شاء الله الأهم بطولة دوري أبطال أفريقيا، هنخش في أجواء البطولة إن شاء الله مع الأيام القادمة بشكل أكبر، لكن خلينا نبتدي قبل ما نروح لأخبار النادي الأهلي نبتدي باتحاد الكرة المصري، واللي من لحظات خلاص أعلن مواعيد انطلاق بطولة الدوري الجديد وأيضا مواعيد بطولة كأس مصر وما تبقى من هذه البطولة. النهاردة كان في اجتماع لجنة المسابقات باتحاد الكرة مع مندوبي الأندية المشاركة في بطولة الدوري الممتاز 18 نادي، فبالتالي نتج عن هذا الاجتماع رسميا انطلاق الدوري الجديد 19 سبتمبر ومباراة السوبر المحلي يوم 18. مش عارف بصراحة بتاعت أنهي موسم السوبر المحلي دي، بتاعت أنهي موسم، بس هنعرف يعني إن شاء الله ربنا يسهل. نروح نقول الخبر بالضبط بيتعلق بأن الحاج عامر حسين أعلن عن انطلاق الدوري الجديد. طبعا الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، الدوري الجديد هينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة السوبر المحلي يوم 18 من نفس الشهر، يعني قبل انطلاق الموسم بيوم واحد، يعني مباراة السوبر ما بين الأهلي والزمالك هتكون يوم 18 سبتمبر، وتاني يوم على طول يبتدي الدوري. وتحديد موعد قرعة الدوري متوقف على تحديد ملاعب الأندية في الدوري الممتاز والموافقات الأمنية الخاصة بها. وينتظر اتحاد الكرة قرار الشركة الراعية للجبلية بشأن مكان السوبر سواء خارج أو داخل مصر لوضع الترتيبات النهائية لتلك المباراة الافتتاحية التي تكون دائما بداية للموسم الجديد. ركز معايا بقى في اللي جاي ده،
ركز معايا في اللي جاي ده. واكد عامر حسين ان قرعه الدوري لن تكون موجهه، يعني مش هيكون في توجيه لمواعيد مباريات الاهلي والزمالك ان هي تكون مع نهايه كل دور، وفي الحقيقه ده شيء مهم جدا وجزء مهم جدا، وهتبقى القرعه عمياء، يعني زي ما تيجي تيجي الاهلي والزمالك يلعبوا اول ماتش ثاني ماتش عاشر ماتش اي حاجه. فالمهم يعني ان ده شيء مهم. وكمان عقد مجلس اداره اتحاد الكره جلسه مع مندوبي الانديه ال 18 في الدوري الممتاز لمناقشه تعليمات لجنه المسابقات للموسم الجديد والتاكيد على العقوبات واللوائح، وده شيء مهم جدا. في نفس السياق الحاج عامر حسين بيقول ايه؟ بيقول تعديل مواعيد مباريات كاس مصر بسبب المنتخب الاولمبي، واحنا عارفين ان مباريات كاس مصر المفروض كانت هتبقى في منتصف شهر 9، لكن خليني اقرا لحضراتكم الخبر. اكد عامر حسين رئيس لجنه المسابقات باتحاد الكره انه قام بتعديل مواعيد مباريات كاس مصر بسبب معسكر المنتخب الاولمبي في الاجنده الدوليه لشهر سبتمبر المقبل، والذي يستعد لخوض بطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. واوضح عامر حسين ان مباراه الاهلي وبيراميدز في دور 16 بالكاس تم تحديد موعدها لتقام احد يومي 16 أو 17 أغسطس الجاري، وهيتم بكرة إن شاء الله تحديد الموعد نهائياً، يا إما يوم 16 أو يوم 17، بينما تقام مباراة دور الثمانية من نفس البطولة اللي هي بطولة كأس مصر يوم 28 أغسطس الجاري، وتقام مباريات نصف النهائي يوم 1 سبتمبر، بينما تقام مباراة نهائي الكأس أثناء معسكر المنتخب الأولمبي في الأسبوع الأول من سبتمبر، على أن يتم استثناء الناديين طرف المباراة النهائية من انضمام لاعبيهما لمعسكر المنتخب الأولمبي. يعني في حالة وصول ناديين عندهم لاعبين في المنتخب الأولمبي للمباراة النهائية من كاس مصر هيلعبوا بلاعبتهم بتوع المنتخب الأولمبي، وهيتم استثناء اللاعبين من انضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي. فبالتالي خلاص مباراة الأهلي وبيراميدز بكرة إن شاء الله هنعرف يوم 16 ويوم 17 من الشهر الجاري. بمعنى كده إن مباراة الأهلي وبيراميدز هتتوسط مباراتي الأهلي في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق اطلع بره. في المقابل ومن خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ قال تصريح مهم جدا، قال إن الأهلي يطالب بتطبيق اللوائح على الجميع في الموسم الجديد. احنا عارفين كابتن سيد عبد الحفيظ كان هو مندوب النادي الأهلي في هذا الاجتماع النهاردة، والكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول إن احنا عايزين اللوائح بس تتطبق، مش عايزين أي أمور من اللي حصلت الموسم اللي فات. بالتحديد كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إن اجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم مع مندوبي أندية الدوري المصري كان الهدف منه الاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقة المحلية في الموسم الجديد. أضاف كابتن سيد عبد الحفيظ أن كل ناد قام وقدم رؤية عامة ومقترحات بشأن الموسم الجديد من وجهة نظره، وأن كل ما طلبه الأهلي بالتحديد الأهلي طلب إيه أكد عليه خلال الاجتماع هو ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات تسري وتطبق على جميع الأندية دون استثناء ولا يسمح لأحد باختراقها. وده شيء مهم جدا وعانينا منه على مدار بطولة الدوري اللي فاتت بالتحديد، والبطولات يعني بطولة كأس مصر كمان يعتبر برضو. فنتمنى ان الامر ده ما يتكررش مره ثانيه. اشار كابتن سعد فيزي لان هناك رغبه جماعيه من كل الانديه بعوده الجماهير، وده جزء مهم قوي لان خلاص بقى باذن الله الجمهور يرجع مدرجات بشكل طبيعي جدا بعد بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر ونجحت بشكل كبير جدا جدا تنظيميا وجماهيريا وكل حاجه. فان شاء الله مش هيكون في عائق خالص في حضور الجماهير لبطولات المحليه في من خلال المدرجات، وده اللي اكد عليه كابتن سيد عبد الحفيظ بعد نجاح بطوله الامم الافريقيه والسلوك المثالي للجماهير المصريه بشكل عام، وهو ما يفتح الباب امام عودتها بشكل طبيعي في كافه المسابقات ان شاء الله باذن الله. الامور هتمشي بشكل كويس بالتحديد فيما يتعلق بعوده الجماهير. اخبار مهمه جدا سواء فيما يتعلق ب بداية بطولة الدوري المفروض إن شاء الله خلاص على حسب آخر الأخبار وحسب الإعلان الرسمي يوم 19 سبتمبر، قبلها بطولة السوبر، وكمان هيبقى مباراة كأس مصر مباراة الأهلي مع بيراميدز هتكون يوم 16 أو 17 أغسطس، وهيتم تحديد موعدها غدا بإذن الله. نتمنى كل التوفيق للاتحاد المصري لكرة القدم سواء اللي هيكمل الفترة دي أو اللي هيجي جديد، أي حد فيهم إن شاء الله ينجحوا بشكل كبير في إدارة شؤون الكرة المصرية بالشكل الأصلح والأنسب لصالح الكرة المصرية وللأندية المصرية كلها مش لصالح نادي معين أو محدد، يعني ده شيء مهم جدا. طيب نروح بقى لأخبار النادي الأهلي.
النادي الاهلي امبارح زي ما حضراتكم عارفين رجع استأنف تدريباته استعدادا لمباراه فريق اطلع بره يوم 11 ان شاء الله من الشهر اللي جاري، وهي مستهل لمباراه النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، مباراه غايه في الاهميه والاستعداد ليها لازم يكون قوي، خصوصا ان الفريق مش عايز اقول غامض لان اكيد خلاص الجهاز الفني النادي الاهلي ألم بكل الامور الخاصه بفريق اطلع بره، لكن دايما بيبقى في قلق شويه من الفرق اللي ما عندهاش تاريخ كبير في افريقيا واللي ما تعرفش على ارض الملعب واقعيا قوتهم وصل لحد فين، فبالتالي النادي الاهلي بيحترم كل فريق كبير وصغير، والاحترام ده اللي هيخليك ان انت ان شاء الله باذن الله تأدي مباراتين كبار جدا وتكون انطلاقه قويه ليك ان شاء الله في البطوله. بالتالي تدريبات كانت مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي بالامس، تخللها حضور صفقات النادي الاهلي الجديده محمد مجدي قفشه زي ما حضراتكم شايفين على الصوره كده اهو، محمد مجدي قفشة وأيضا محمود متولي واليو ديانج لاعبي النادي الأهلي الجداد، بالإضافة طبعا رمضان صبحي يعتبر صفقة جديدة أو يعتبر لاعب أنت جددت إعارته، لكن هو كان معك طبعا الست شهور اللي فاتوا، فبالتالي أربع لاعبين مهمين جدا جدا في مران النادي الأهلي، بالإضافة بكل تأكيد بكل تأكيد اللاعبين الموجودين أصلا في صفوف الفريق. التدريبات أكيد كان من خلال برنامج معين وضعه مستر أليخاندرو مخطط الأحمال بتنسيق مع طبعا مستر مارتين لاسارتي مدير الفني للنادي الأهلي والجهاز المعاون كمان، بخصوص البرنامج الخاص بالتدريبات البدنية والفنية والتكتيكية خلال هذا الأسبوع حتى موعد مباراة فريق اطلع بره. ده طبعا اللاعب أليو ديانج، هذا اللاعب المميز في وسط ملعب النادي الأهلي، لاعب جديد ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. وبالمناسبه كده بالمناسبه يعني احنا عندنا لاعبين في نص الملعب كده بصراحه جامدين جدا جدا، في منهم كام مصابين وقربوا يرجعوا، هنتكلم في موضوع المصابين، واعتقد قائمه النادي الاهلي تكاد تكون مكتمله بالقوه الضاربه بعد عوده المصابين كمان وبعد الصفقات الجديده واللاعبين الموجودين اصلا، فبالتالي انت عندك قائمه قويه جدا من اللاعبين. كان في لقطه امبارح للاعبين الجدد بالتحديد، هو اول مران ليهم، ولقطه فيها نوع من الدعابه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي القدامى وهم بيحيوا لاعبتهم الجدد، وده اهي اللقطه دي معانا زي ما شايفينها، ممر معمول للاعيبه الجدد وبيعدوا كده ويعني ايه بياخدوا اللي فيه نصيب من اللعيبه القدامى، وده بيدل على ايه يا جماعه؟ بيدل على الروح الجميله جدا، سواء انت لعيب جديد او لعيب قديم، هم بيتحايلوا على بعض، اللي يخش الاول دخل محمود متولي، بعديه دخل محمد مجدي قفشه، وبعديه اليو ديانج. فدي لقطه مهمه ومميزه جدا وبتعكس حاجات كتير قوي 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 في صفوف النادي الاهلي، روح مميزه، تعاون هيكون موجود جدا وبشكل طبيعي مع اللاعبين، والموضوع بيبقى مختلف يا جماعه في النادي الاهلي عن اي نادي تاني في الحقيقه يعني. اللعيبه الجديده لما بتيجي بتحس ان هي اصلا بقى لها سنين داخل النادي الاهلي، وده بيؤدي لايه؟ بيؤدي لانسجام سريع، الانسجام السريع ده كمان بيؤدي لايه؟ بالتالي بيؤدي ل ان شاء الله باذن الله اداء جيد للاعبين ونتائج مرجوه لكل جماهير النادي الاهلي يفرحوا بيها باذن الله، وبالتالي ايضا الفوز بمختلف البطولات. طيب قبل ما نروح نشوف اهم وابرز عناوين النادي الاهلي في الصحف، او الصحف كتبت ايه عن النادي الاهلي النهارده. بالمناسبه النهارده عيد ميلاد اثنين من نجوم النادي الاهلي، عايز ابتدي بكابتن الكبير جدا جدا الكابتن وائل جمعه، كل سنه وانت طيب يا صخره، لعيب تاريخي، سهل قوي سهل قوي ان انت يكون عندك لعيب مميز ولعيب قوي جدا في صفوفك، بس صعب ان انت تلاقي لعيب بقيمه وائل جمعه وبطولاته وتاريخه وشخصيته، ركز على شخصيته دي، شخصيه كبيره جدا جدا في الملعب، صعب ان انت تلاقي في الفتره الحاليه بشكل عام يعني في الكره المصريه بشكل عام، مش بتكلم على مكان معين بالتحديد، لعيب بمميزات وائل جمعه، كابتن وائل جمعه نجم كبير جدا جدا، كل سنه وانت طيب يا صخره وعبال مليون سنه ودايما متالق، هو النهارده بيتم عامه ال 44 وحقق العديد والعديد من البطولات مع النادي الاهلي. خلينا نتكلم شويه على كابتن وائل جمعه اللي لعب 399 مباراه مع النادي الاهلي، متخيل الكم؟ متخيل عدد المباريات؟ ما شاء الله 399 مباراه مع النادي الاهلي مقسمه الى ايه؟ 241 مباراه بالدوري، 18 مباراه بكاس مصر، و6 سوبر مصري 6، و14 او 114 عفوا مباراه في بطولات افريقيا المختلفه، و11 كاس عالم للانديه 11 مباراه، و9 بطولات او 9 مباريات في البطولات العربيه. سجل قد ايه بقى كابتن وائل جمعه؟ سجل 16 هدفا بقميص المارد الاحمر خلال 13 عاما، مده كبيره جدا قضاها داخل جدران القرعه الحمراء،
وده مثل يجب ان يحتذى به من قبل لاعيبه النادي الاهلي، لعيب بحجم وقيمه وائل جمعه. البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي 31 لقبا مختلفا، متخيل ايضا عدد البطولات، متخيل هذه الاسطوره كابتن وائل جمعه. خلال مسيرته مع النادي الاهلي 31 بطوله، 8 دوري ممتاز، 3 كاس مصر، 7 سوبر مصري، 6 دوري ابطال افريقيا، 6 وائل جمعه لوحده 6 دوري ابطال افريقيا، 6 بطولات كاس السوبر الافريقي، لقب وحيد في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، وبرونزيه كاس العالم للانديه عام 2006. كل سنه وانت طيب يا صخره، وعبال مليون سنه في مزيد من التالق، سواء كنت لاعب طبعا او محلل او في اي امور تانية او اهداف اخرى بالنسبه لك خلال الفتره اللي جايه سواء اداريه او فنيه، نتمنى لك دايما كل التوفيق فيها. كمان عمرو جمال عيد ميلاده النهارده، لاعب النادي الاهلي السابق واللي انتقل حديثا لصفاقسي التونسي، ايضا بنقول له كل سنه وهو طيب، ولاعب من اللاعبين المميزين اللي اكيد نتمنى له كل التوفيق في مسيرته الجديده مع الصفاقسي التونسي. اهم اخبار الاهلي في الصحف ايه النهارده؟ خلينا نروح نشوف، يلا بينا. الجمهورية: وقت الراحة انتهى، الأهلي متفائل باستاد القاهرة ويستعد لمواجهتي اطلع بره. الأخبار المسائي: الأهلي في مرحلة الجد، الفريق يستأنف التدريبات والصفقات الجديدة تظهر في التتش وغموض ملف الراحلين. المساء: الأهلي يحشد قواه للمواجهة الإفريقية، ظهور أفشة ومتولي في التدريبات ولا سارتي يركز على الجانب البدني قبل ملاقات اطلع بره. المصري اليوم: الاهلي يسابق الزمن لحسم المهاجم الافريقي، الاختبار الطبي يحدد مصير صبحي وسليمان، برنامج مكثف لأفشة ومتولي ووحيد جاهز لمواجهه اطلع بره. اليوم السابع: الاهلي يرصد 35 مليون جنيه للتعاقد مع مهاجم اجنبي في الصيف، دراسة إقامة مباراة ودية قبل مواجهة اطلع بره، وسموحة والاتحاد يطلبان استعارة ناصر ماهر. الأهرام: المستبعدون من القائمة الأفريقية، قنبلة موقوتة في الأهلي، هنعلق عليه. الوطن: الأهلي يسوق مستبعدي القائمة الأفريقية وزكريا يخطط للرحيل، هنعلق أيضا. الشروق: ناصر ماهر ومؤمن زكريا يطلبان الرحيل عن الأهلي، الأول يبحث عن طريقة لفسخ تعاقده ويرحب بالانتقال للزمالك، والثاني تلقى عرضا من سموحة. ماشي. إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2013، الأهلي المصري صاحب الألقاب والأرقام القياسية البطولة في النسخة الأخيرة. أبو تريكة، الله عليك يا عم الناس، الله عليك، تسلم رجليك. أدي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وأدي أبو تريكة، يلا يا راجل، فرح المصريين يا أبو تريكة، وأدي الكورة عبد الله يسدد، وأبو تريكة الكورة بتحبه، الكورة بتكفه، سلام حلو عبد الله، والدعم من أحمد فتحي، وتسديدة والجول التاني، يلا يا أهلي حديد، الأهلي حديد، ولا تقول لي كايزر تشيفز، ولا تقول لي مازيبي، ولا تقول لي حاجة، ده النادي الأهلي الذي أمامنا، كأس البطولة التي سيحتفظ بها النادي الأهلي للأبد. طيب، يعني كان في فيلر لاول بطوله افريقيه النادي الاهلي حققها، وده فيلر كمان لاخر بطوله افريقيه بتحديد دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي حققها، كانت في 2013. اخر بطوله افريقيه كانت 2014 كاس الكونفدراليه الافريقيه اللي تم ضمها لدولاب بطولات النادي الاهلي كاول نادي مصري يحقق هذا اللقب. وائل جمعه طبعا بمناسبه عيد ميلاده النهارده هو اخر كابتن رفع بطوله دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله باذن الله رجالتنا اللي موجودين دلوقتي في صفوف النادي الاهلي يرجعوا لنا هذا اللقب. وهنفضل نتكلم على بطوله دوري ابطال افريقيا كتير خلال الايام القادمه، عشان ده هدف اساسي بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي بشكل طبيعي. طيب، نروح للاخبار نعلق عليها. طيب، قبل ما نعلق على الاخبار خلينا سريعا نروح لزميلي العزيز جدا جدا كريم احمد، مراسل قناه النادي الاهلي. يا كريم، مساء الخير عليك. الكل عليك، تمين امير، تحياتي ليك، ودايما موفق كده، وتحياتي لكل الساده المشاهدين.
كريم، عايزين نطمن من خلالك على مران النادي الأهلي النهاردة واللي بيستعد من خلاله للفترة القادمة الهامة جدا واللي بتتمثل في بعض المباريات سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا وانطلاق هذه البطولة بالتحديد وكمان بطولة كأس مصر. الاستعدادات إيه وآخر أخبار عندك إيه يا كريم؟ زي ما انت عارف طبعا زميل امير النادي الاهلي قدره الطبيعي مجرد ما بيخرج من بطوله التقاط انفاس بيكون في ايام بسيطه جدا اربع ايام يمكن اخذهم فريق النادي الاهلي وعوده من جديد بكل جديه وبكل قوه لاداء تدريبات استعدادا للبطوله الافريقيه اللي اكيد هتبقى هدف كالعاده هدف اساسي الفريق النادي الاهلي خلال المشوار القادم. مرحله مهمه والانطلاقات والبدايات بتكون مهمه جدا زميل امير ومحتاجه تركيز كبير وشغل كبير جدا طبعا. النادي طبعا. الاهلي زي ما اكدنا وقلنا الفتره اللي فاتت قدر ان هو يعمل معسكر بدني على اعلى مستوى قدر ان هو يحسم بيه بطوله الدوري العام والجزء اللي احنا متواجدين فيه او الفتره المتبقيه هي ان شاء الله تكون انطلاقه الدوري الجديد وايضا كمان انطلاقه البطوله الافريقيه. مستمر للنادي الاهلي في تدريباته المسائيه 6 مساء بيحددها الجهاز الفني يمكن 48 ساعه اول يومين اللي فاتوا الساعه 6 مساء هو تدريب للنادي الاهلي في عدد بيكون نقص شويه من اللاعبين زميل امير بس الناس بتكتب شويه بعض الاخبار ان النهارده في بعض اللعيبه ما جاتش او ما شاركتش في المران لكن مع العدد الكبير اللي بنشوفه في المستطيل الاخضر على ملعب الكتش بيكون في جزء كبير جدا في الجيم في جزء كويس. بيطلع جزء بيخش توضيح مهم قوي ده توضيح مهم جدا بعض الامور بتكون فيها لغط شويه بالنسبه للمستعطين يعني اللي طبعا بيغطوا للنادي الاهلي لكن بطمنك بشكل عام كل اللعيبه متواجده الثلاثي المنضم حديثا لفريق النادي الاهلي سواء لوبينجا او محمد مطلي او مجدي اكش شاركوا امس فيها التدريبات الجماعيه كمان بالتحديد وحاجه طبعا يمكن ظهروا بيها واستقبال كان اعضاء النادي الاهلي الممر كمان اللي اتعمل بالنسبه لعيبه النادي الاهلي هي دي الميزه في النادي الاهلي اللي هو اي لعيب بيكون متواجد بيرتدي قميص النادي الاهلي بينسجم سريعا لان لعيبه كبار متواجده كوكبه في نجوم كبيره جدا عارفه ازاي تقدر تدخل اللعيبه في وسطهم وكمان في قرار احتمال يعني بيتناقش مع كابتن سيد ومستر مارتن لاسارت ان يكون في مباراه وديه امير خلال ال 48 ساعه بالتحديد القادمه يعني الجهاز الفني بيحاول ان هو يطمئن على المرحله الجديده عايز يشوف المرحله البدنيه وصل فيها النادي الاهلي لايه وكمان الثلاث صفقات اللي متواجدين مع النادي الاهلي ان شاء الله يشاركوا في هذه المباراه للاطمئنان الفني والبدني لكن بخلاف كل هذه الامور زميلي امير الحمد لله يمكن لعبتنا واضح بدنيا ان هم فايقين بشكل كبير في التدريبات لسه التدريب بادئ يعني تدريب الساعه 6 لكن من الواضح النهارده في تدريب بدني عالي يعني شايفين الكسندر النهارده عامل جزء بدني شويه في كويس. بعض اكيد تدريبات الكره لكن كل الامور يا امير الزميلي ماشيه بشكل مطمئن جدا ينقصنا بس الاصابات واللعيبه اللي هترجع من الاصابات واللعيبه اللي قريبا ان شاء الله قدامها شويه بالنسبه للجهاز الطبي طبعا والبرنامج الموضوع لشريف اكرامي وسعد ومحمد محمود ومؤمن وكريم نسبه ان شاء الله يعودوا سريعا لفريق النادي الاهلي والمشاركه خلال الايام القادمه ان شاء الله يعودوا سريعا. لكن يا كريم عايز اسالك بالتحديد على الصفقات الجديده للنادي الاهلي وهل هم جاهزين تماما للمشاركه بشكل كامل في التدريبات الجماعيه ولا محدد ليهم برنامج تاهيلي خاص قبل المشاركه في التدريبات الجماعيه؟ يمكن طبعا السؤال مهم جدا هو الوحيد اللي كان في حرص شويه ان هو يكون في تدريبات خفيفه او تاهيليه بسيطه جدا هو اليو جيانج لكن يمكن مجدي قفشه ومحمود متولي بعد جاهزيتهم التامه وتاكيد الجهاز الطبي ليهم بدنيا ما فيهوش اي حاجه ما بيشكوش من اي حاجه فنيا كمان باين جدا في التدريب الجماعي امس امير ان هم عندهم حماس شديد وعندهم اصرار شديد كمان قيدهم في القائمه الافريقيه ده اكيد هيزودهم حبل كبير جدا مطالبين ان هم يبذلوا اقصى مجهود عندهم مع النادي الاهلي زي ما بقول لك مع توالي التدريبات النهارده كمان من الواضح ان يكون في تدريبات كوره النهارده في المنتصف الثاني من التدريب النهارده هيكونوا متواجدين لكن جاهزيتهم البدنيه والفنيه واضح ان هم جاهزين بشكل كبير ينقصهم التوفيق ان شاء الله ايضا كمان رؤيه الجهاز الفني داخل الملعب ما بيعرفش بيلعب في اكثر من مركز هو مطالب ممكن يكون بيشارك في اكثر من مركز لكن بنتمنى توظيفهم يكون ان شاء الله في الخيار الصحيح لان لعيبه مميزه لعيبه عندها موهبه كبيره جدا هتساعد كل الكوكبه اللي متواجده من لعيبه كبار من لعيبه شباب وحاجه مميزه امير ان الاعمار السنيه بقت ماشيه بشكل مميز جدا في فريق النادي الاهلي في تعديل في الاعمار او في تطوير في الاعمار في السن الخبره متواجد الشباب متواجد اللعيبه الصغيره كمان جدا في السن متواجده ان شاء الله يكون موسم جيد ويكون انطلاقه جيده مباراه بطل جنوب السودان ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحسم المباراتين ويستعد تدريجيا ويصعد تدريجيا ان شاء الله الى البطوله الافريقيه للادوار النهائيه ان شاء الله. عندنا قائمه كويسه احنا يا كريم وتوليفه حلوه قوي في النادي الاهلي من خلال متابعتك للتدريبات كده صح مطمن يعني؟ طبعا والله يمكن دي حاجه من الحاجات اللي بنحيي عليها مجلس الاداره بصراحه يعني برئاسه الكابتن محمود الخطيب لان العمل كان في صمت امير خلال الايام الماضيه والعمل كان بهدوء احتياجات الفريق بس هي اللي النادي الاهلي قدر ان هو
يجيب اللعيبه اللي النادي الاهلي محتاجها بالفعل. القايمه رائعه، العدد كبير زي ما بقول لك، في لعيبه كمان لسه يعني في بعض اللعيبه هتكون يعني تطلع اعاره هترجع، لكن بغض النظر عن اللعيبه اللي هتكون خارج قائمه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، قائمه مميزه في كل مركز، في اكثر من لعيب، في عندنا عدد من اللعيبه يقدر ان هو يتوظف في اكثر من مركز. زي ما بقول لك الامور كلها ماشيه بشكل مطمئن، ماشيه في شكل الاطار الصحيح والسليم وبكل هدوء، والعمل في سريه يمكن من اكثر الحاجات اللي بتنجح النادي الاهلي سواء على المستوى الاداري ومستوى قطاع كره القدم. ان شاء الله باذن الله متفائلين كلنا، وجمهور النادي الاهلي اكيد عنده تفاؤل كبير هذا الموسم باذن الله. مفيش بطوله تطلع من النادي الاهلي في هذا الموسم ان شاء الله باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل القناه النادي الاهلي كان معانا على الهاتف، وطمنا بشكل كبير جدا على مران النادي الاهلي اليوم في اطار الاستعداد للمرحله المقبله وبتحديد مباراه فريق اطلع بره. كل التوفيق للنادي الاهلي. الجزئيه الخاصه اللي كريم اتكلم فيها بالتحديد فيما يتعلق باللاعبين المنضمين حديثا، وان النادي الاهلي ركز على احتياجاته، دي حقيقه واحنا اتكلمنا فيها كتير جدا، وهي دي الاحترافيه اللي من خلالها بيدير النادي الاهلي شؤونه بشكل كامل، وما بالك كمان فيما يخص الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي. الاحترافيه دي شيء مهم قوي، ان انا مش مجرد بجيب عدد من اللاعبين وربنا يسهل والدنيا تمشي باذن الله وربنا يكرمني، لا، في اسباب وفي استعدادات وفي رؤى بتمشي من خلالها، وده اللي بيعمله النادي الاهلي. انت بتشوف النواقص اللي عندك ايه، بتختار اللاعبين اللي انت عايزهم، بتقدر ان شاء الله باذن الله ان انت تتعاقد معاهم، فبالتالي بيبقى عندك قوام كامل جدا من اللاعبين المميزين اللي بدورهم ان شاء الله باذن الله باذن الله يساهموا في تحقيق الانتصارات والبطولات بالنسبه للمارد الاحمر. نعلق على اخبارنا بقى في الصحف، اخبار النادي الاهلي بالتحديد، لان في كلام ولغط كتير جدا في هذه الاخبار، مع الاحترام والتقدير لكل الزملاء الصحفيين طبعا الكاتبين هذه الاخبار، لكن احنا دورنا هنا ان احنا نحاول نوضح باكبر قدر ممكن من الحقيقه. نبتدي بالجمهوريه. الجمهوريه بتقول ايه؟ بتقول وقت الراحه انتهى، الاهلي متفائل باستاد القاهره ويستعد لمواجهتي اطلع بره. طبعا الاهلي كان عنده اربع ايام فتره راحه بعد حسم بطوله الدوري والفوز على نادي الزمالك، الفريق خد اربع ايام، رجع امبارح بعد انتهاء الاربع ايام دول، وكان اول مران للنادي الاهلي. الاهلي متفائل باستاد القاهره، طبعا متفائل باستاد القاهره لان احنا عارفين النادي الاهلي وقع عقد مع هيئه استاد القاهره بخصوص استضافه مباريات النادي الاهلي على هذا الملعب. امتى؟ بعد انتهاء الصيانات الخاصه بالاستاد، استاد القاهره بالتحديد، بعد استضافته لبطوله الامم الافريقيه، ففي صيانات صيفيه كده خاصه بالمدرجات بارضيه الملعب اكثر تحديدا، وبعد انتهاء الصيانات دي ان شاء الله اعتقد باذن الله على اللي احنا سامعينه بعد منتصف شهر 9، يعني كمان شهر ولا شهر ونص ان شاء الله باذن الله استاد القاهره يستضيف مباريات النادي الاهلي طبقا للعقد اللي تم توقيعه مع هيئه الاستاد، والاستعداد طبعا لمواجهتي اطلع بره. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراتين دول. نروح للاخبار المسائي، بيقول ايه؟ الاهلي في مرحله الجد، الفريق يستأنف التدريبات والصفقات الجديده تظهر في التتش وغموض ملف الراحلين. طبعا هي مرحله الجد، انت خلاص انت دلوقتي بتبتدي موسم جديد ايا كان، حتى لو الموسم الجديد ده بيتخلله بطوله قديمه او بطولتين كمان قدام، سواء السوبر تمام او كاس مصر، هم بطولتين قدام، لكن موجودين فين؟ في موسم جديد النادي الاهلي هيبتدي فيه، سواء بطوله دوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، فهي خلاص فعلا مرحله الجد، الجديه اللي دايما معتاد عليها النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني في اي توقيت موجوده وملازمه للاعبين بشكل دائم، فبالتالي تركيز كبير جدا على الفتره اللي جايه من اللاعبين. الصفقات الجديده تظهر في التتش، واحنا اتكلمنا عن الصفقات بالتفصيل، وغموض ملف الراحلين. ممكن نوعا ما يكون في غموض، ليه؟ لان دي سمه النادي الاهلي. انا ممكن اكون واخد قرارات معينه بس مستني الوقت المناسب اللي هعلن فيها عن القرارات دي، لما اشوف كل احتياجاتي وكل الظروف الخاصه بيا هتنتهي على ايه، طبقا لاستراتيجيه الجهاز الفني ولجنه التخطيط بالكره، طبعا بالتنسيق مع المشرف العام على الكره ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. فعشان كده ممكن يكون في غموض. على فكره الغموض ده شيء ايجابي هتلاقيه بس في النادي الاهلي. اه ممكن دلوقتي يقول لك ايه، اللاعب الفلان الفلاني ده ماشي، ممكن بكره تلاقي خبر تاني يقول لك لا ده مكمل، وبعده تلاقي لعيب اخر قاعد، لا تلاقيه مشي، يعني هي الامور مش هتعرفها غير مع اعلان النادي الاهلي بشكل رسمي، وده شيء مميز على فكره، يعني احنا عايزين نشيد بالجزئيه دي، اه في غموض ملف الراحلين، ده شيء مميز جدا في النادي الاهلي. نروح للمسا. المسا بتقول ايه؟ بتقول الاهلي يحشد قواه لمواجهه او للمواجهه الافريقيه، ظهور متولي وقفشه في التدريبات
والحمد لله كريم طمنا، كريم احمد مراسل قناه الاهلي طمنا على حالتهم وجاهزيتهم للمشاركه في التدريبات الجماعيه، ولاسيرتي يركز على الجانب البدني قبل ملاقات اطلع بره، وده برده تم توضيحه من خلال المداخله ومران النادي الاهلي في هذه اللحظات. واضح ان في تركيز بدني على اللاعبين او على الجانب البدني بالتحديد، خصوصا ان انت لسه راجع من اجازه، رجعت امبارح بس، فعايز تستعيد كل الامور والمعدلات البدنيه الخاصه باللاعبين عشان يكونوا لائقين للمشاركه في مباراة اطلع بره بشكل مميز جدا ان شاء الله بدنيا وكمان باذن الله فنيا. طيب اتكلمنا عن الجزئيه دي، خلينا نروح لخبر اخر من المصري اليوم بيقول ايه. الاهلي يسابق الزمن لحسم المهاجم الافريقي، الاختبار الطبي يحدد مصير صبحي وسليمان، برنامج مكثف لقفشه ومتولي ووحيد جاهز لمواجهه اطلع بره. طيب العنوان الاول، انا عارف ان ده ممكن يكون شادد عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، ان الاهلي بيسابق الزمن لحسم الصفقه او لحسم المهاجم الافريقي. وارد، هنقول وارد ان النادي الاهلي يكون بيشوف، ممكن من وجهه نظر الناس الموجوده المسؤولين في النادي الاهلي شايفين ان احنا محتاجين مهاجم، قد يكون دي رؤيتهم. لو دي رؤيتهم تمام، اكيد هيسعوا لحسم الملف ده باسرع وقت ممكن، وربما يكون في تريث نسبيا. ازاي اسرع وقت ممكن يكون في تريث؟ هقول لك ازاي. اسرع وقت ممكن انت عايز تجيب اللعيب ينضم، لو في اتجاه يعني كده، ده شيء وارد، ينضم للفريق، ينخرط في التدريبات، عندك موسم كروي جديد محلي، لكن افريقيا مش هيشارك غير امتى؟ في شهر واحد، مع طبعا فتره القيد الجديده في الاتحاد الافريقي لكره القدم والاتحاد المصري بشكل عام يعني. فعشان كده في تريث. ليه؟ ان انت ما تتسرعش تجيب مهاجم وانت ممكن تجيب واحد احسن منه. فدي ممكن تكون جزئيه مهمه جدا النادي الاهلي او المسؤولين لجنه التخطيط للكره مستر لاسيرتي كابتن خطيب بينسقوا بخصوص هذه الجزئيه. وارد، وارد ان هم يكونوا بيفكروا في هذه الجزئيه، وده خبر على حسب او على عهده المصري اليوم. الاختبار الطبي يحدد مصير صبحي وسليمان، رمضان صبحي عنده كدمة في وجه القدم، وليد سليمان عنده إجهاد عضلي، ده طبعا كانوا ناتجين عن مباراتي الأهلي مع المقاولون ومباراة الأهلي مع الزمالك. برنامج مكثف لقفشة ومتولي، احنا خلاص قلنا ان هم بيشاركوا في التدريبات الجماعية بشكل كامل بالإضافة طبعا لأليو ديانج، ووحيد جاهز لمواجهة اطلع بره. طبعا محمود وحيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي وكان أحد اللاعبين في إطار البناء الخاص بفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي ابتدى امتى؟ في شهر يناير السابق. لعيب مهم جدا جدا، واكيد هيكون في منافسه قويه مع الابرز هذا الموسم علي معلول. نروح لليوم السابع وبتتكلم في نفس السياق، الاهلي يرصد 35 مليون جنيه للتعاقد مع مهاجم اجنبي في الصيف، قد يكون هناك محاولات في الحقيقه ل تدعيم خط الهجوم بالنادي الاهلي، هنعرف حقيقه هذه المحاولات على مدار الايام المقبله. وكمان بيقولوا دراسه اقامه مباراه وديه قبل مواجهه اطلع بره، وده اللي قاله لنا كمان مراسلنا كريم احمد، ان فريق اطلع بره هنستعد له بنسبه كبيره، يعني لسه كابتن سيد عفيف بيشوف الجزئيه دي، هل هيكون في مباراه وديه ولا لا خلال ال 48 ساعه اللي جايين. والاتحاد وسموحه بيطلبوا التعاقد او استعاره ناصر ماهر. كلام كتير على ناصر ماهر وكلام كتير على مؤمن زكريا هنتكلم فيه مع حضراتكم، بس بالتحديد ناصر ماهر ممكن البعض بيتكهن ليه بان النادي الاهلي ممكن يعيره، لان هو الجزء الثاني من الموسم بعد ما جه مستر لاسيرتي لعب كام ماتش كده وبعد كده ايه قعد، فممكن كتير جدا جدا من الانديه يحاولوا ان هم يفوزوا بلاعب زي ناصر ماهر عشان يكون متواجد لفتره اعاره على الاقل، وهم بيستنتجوا كده لان هو ما شاركش الفتره اللي فاتت. لكن برضو الله اعلم، هل النادي الاهلي مستقر على اعاره ناصر ماهر ولا هل الجهاز الفني مستقر على بقاء ناصر ماهر؟ كل الكلام ده هنعرفه خلال الايام الجايه. كمان الاستنتاج جاي من ايه؟ من الانديه اللي عايزه تتعاقد مع ناصر ماهر، ان انت جبت واحد زي محمد مجدي قفشه كمان بجوار تواجد صالح جمعه بموهبته الكبيره. وارد يكون استراتيجيه الجهاز الفني انا عايز الثلاثه، وارد يكون استراتيجيه الجهاز الفني ممكن نطلع واحد اعاره. الكلام ده هنعرفه امتى؟ مع توالي الايام القادمه، ولو عندنا معلومه نهائيه ركز، لو عندنا معلومه نهائيه هنقولها لحضراتكم بخصوص هذا الشأن. نروح للاهرام بتقول، نركز بقى مع بعض في الخبر ده.
المستبعدون من القائمة الأفريقية قنبلة موقوتة في الأهلي. موضوع صعب قوي إن يعني دي قنبلة كبيرة جدا جدا جدا. بالمناسبة يعني صديق وزميل عزيز جدا هو اللي كتب الخبر، تمام؟ فمش قنبلة موقوتة ولا حاجة، يعني ده شيء طبيعي في أي نادي في العالم. أنت مش هتقدر تأيد 50 لعيب في قائمتك، أنت محدد 30 لعيب اللي هتأيده، فبالتالي هيبقى فيه قائمة من الراحلين، فبالتالي هيبقى فيه مستبعدين من القائمة الأفريقية. ده شيء يا جماعة طبيعي جدا، يعني الأهلي ما بيعملش حاجة مختلفة يعني عن العالم كله. يعني زكريا يرفض الإعارة، مؤمن زكريا ده على حسب يعني الخبر، وقد يكون هناك بعض عروض الإعارة المؤمن زكريا، لسه ما فيش أي حاجة رسمي بهذا الخصوص. ركز بقى في اللي جاي ده. حمدي يشعر بالظلم لإبعاده عن الكالتشيو وإجباره على بيراميدز. طيب إبعاده عن الكالتشيو اللي هو طبعا الدوري الإيطالي، إحنا عارفين إن أحمد حمدي من سنة ونص أو سنتين تقريبا جاله عرض من إيطاليا، وكان متولي تدريب النادي الأهلي أو الإدارة الفنية في النادي الأهلي ساعتها الكابتن حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، والعرض فعلا كان موجود وكان ممكن يكون في اتجاه عند الإدارة إن يطلع أحمد حمدي، كان ساعتها على فكرة عرض إعارة كمان يعني على ما أتذكر يعني. لكن مين اللي رفض؟ هل إدارة النادي الأهلي رفضت ولا الكابتن حسام بدري هو اللي رفض طبقا لرؤيته الفنية اللي هو ما استخدمهاش بعد كده، أو إن هو ما لعبش أصلا أحمد حمدي بعد كده؟ اللي تمسك فعلا الكابتن حسام البدري، ودي رؤية منه، هو الأدرى في هذا التوقيت، هو مدير فني في هذا التوقيت للنادي الأهلي، فحقه يقول مشي لي ده أو هات لي ده أو سيب لي ده ما تطلعوش إعارة. هو الراجل مسؤول عن هذه الجزئية. دور إدارة النادي الأهلي إيه؟ إن هي تنفذ كل متطلبات الجهاز الفني سواء بإلقاء على بعض اللاعبين أو إعارة البعض الآخر، هو ده دور إدارة النادي الأهلي. لكن في نفس الوقت كابتن حسام البدري ساعتها قال لك إيه؟ لأ أنا عايزه، لأ أوعى تسيبه أحمد حمدي ده ما يمشيش خالص، أنا عايزه. ومع ذلك أحمد حمدي ما لعبش في هذا التوقيت، فاللي ظلم اللاعب، مش عايز أقول ظلم يعني، هي وجهة نظر فنية من كابتن حسام البدري ساعتها، ممكن يكون اللاعب ما أثبتش وجوده خلال التدريبات، فكابتن حسام البدري عشان بس ما حدش يفتكر إن إحنا بنهاجم كابتن حسام، لا كابتن حسام طبعا مدير فني كان قدير جدا جدا في النادي الأهلي، وخلاص هو دلوقتي مش متواجد، وأعتقد إن هو قريب كمان من المنتخب المصري، إدارة الفنية للمنتخب المصري، وبالمناسبة مدرب قدير يعني. لكن كانت رؤيته ساعتها كده، فمش النادي الأهلي هو اللي يعني عرض أو هو اللي ظلم أحمد حمدي. إحنا بس دي نقطة كان لازم نوضحها. إجباره على بيراميدز، لو كان في إجبار على بيراميدز لأحمد حمدي ما كانتش صفقة أفشة تمت، أو كانت تم، أو كان راح أحمد حمدي يعني لبيراميدز لو كان في إجبار. هو موضوع ما فيهوش إجبار خالص يا جماعة، إحنا عارفين الأمور بتمشي إزاي في النادي الأهلي. أنت بتقول للعيب أنت جالك عرض، ممكن ما بقاش محتاجك الفترة دي بس هحتاجك مستقبليا شوية، ففي عرض من هنا وعرض من هنا، احنا بنرجح لك مثلا هنا، موافق اوكي مش موافق خلاص كده كده الصفقه اللي كان بصدد النادي الاهلي عن اعلانها وتم الاعلان عنها خلاص هو محمد مجدي قفشه. ممكن كان يكون في طلب من بيراميدز للتعاقد مع احمد حمدي كتعويض لمجدي قفشه وما حصلش، فمفيش اجبار. لو كان في اجبار كان اللاعب راح يعني، او كان الصفقه ما تمتش يعني بتاعت قفشه يعني. فالموضوع مش بيمشي كده، والدليل اكبر دليل محمد نجيب وطريقه خروجه من النادي الاهلي الرائعه، والشكر الكبير من كل اللاعبين والنادي الاهلي نفسه بيشكر محمد نجيب، وعمرو جمال اللي راح للصفاقسي بشكل جيد جدا بالاتفاق وكل حاجه. هو الامور بتمشي كده والله في النادي الاهلي، وقبلهم ناس كتير جدا يعني بس دول اقرب مثالين يعني قلت اقول لحضراتكم عليهم. احمد فتحي قبل كده طلع اعاره، ووائل جمعه بحجمهم وقيمتهم طبعا محافظ الالقاب الاثنين لان دول نجوم كبار جدا يعني، فالامور بتمشي عادي طبيعيه بهدوء خالص والله في النادي الاهلي. فده خبر كان وجب التعليق عليه يعني. نروح للوطن، كلام كتير برضه هيفضل مستمر على المستبعدين. الاهلي يصوت مستبعدي القائمه الافريقيه، وزكريا يخطط للرحيل. مفيش تخطيط برضه ولا حاجه للرحيل، هتخطط ازاي وانت مرتبط بعقد مع النادي الاهلي؟ انا مش بقول لمؤمن، انا بقول للعنوان اللي مكتوب ده. موضوع مفيش تخطيط، الموضوع فيه تنسيق. فرق ما بين تخطيط وتنسيق. تنسيق انا هشوف احتياجي ليك ايه، تمام؟ وبالمناسبه مؤمن مصاب، عنده اصابه في الركبه قدامه اسبوعين ثلاثه عشان يرجع يعني، وهل انا هحتاجك؟ انت موجود معايا، مش هحتاجك دلوقتي ممكن نشوف الحلول ممكن تكون ايه. الحاجات دي كلها متروكه للنادي الاهلي، لكن مفيش تخطيط من اللاعب خالص يعني ان هو يمشي، تمام؟ يعني اخبار دي بصراحه بتبقى كتير جدا، والموضوع بس من خلال التنسيق مع المسؤولين في النادي الاهلي بتحديد الجهاز الفني يعني واحتياجاته. طيب نروح لجزئيه اخرى، ومن بالتحديد من جريده الشروق بتقول ايه؟ بتقول ناصر ماهر ومؤمن زكريا. بص بقى الخبر ده،
ناصر ماهر ومؤمن زكريا يطلبان الرحيل عن الأهلي. الأول يبحث عن طريقة لفسخ تعاقده ويرحب بالانطلاق أو بالانتقال للزمالك عفوا. طيب والتاني تلقى عرضا من سموحة. طب التاني ده كويس إن هو الحمد لله تلقى عرضا من سموحة يعني. أوكي لو يعني تلقى عرضا من سموحة. لكن بالتحديد فيما يتعلق بناصر ماهر وبحثه عن طريقة طبقا للخبر طبقا لجريدة الشروق إن هو بيبحث عن طريقة عشان يفسخ عقده وبعدين يروح نادي الزمالك. الكلام ده يا جماعة مش وارد في النادي الأهلي. ممكن تلاقيه في بعض الأندية. لكن الثغرات صعب جدا ان انت تلاقيها في النادي الاهلي. ما بقولش ان هي مستحيله بس صعب جدا جدا ان انت تلاقي ثغره في عقد لاعب من خلال هذه الثغره يفسخ عقده ويروح المكان اللي هو عايزه. وفي نفس الوقت النادي الاهلي فاتح الابواب لكل الناس. اللي عايز يمشي يا جماعه النادي الاهلي اكبر من اي حد. انا مش بتكلم هنا على لعيب محدد انا بتكلم في مبدا بتكلم في سياسه خاصه بالنادي الاهلي. انت شايف ان انت عايز تمشي خلاص مش عايز تبقى موجود في النادي الاهلي خلاص اوكي العرض وتفضل امشي. لكن في صيغه تعاقديه وبنود تعاقديه ما يقدرش خالص خالص اي لاعب ان هو يبحث عن ثغره خلالها عشان يقدر يمشي بحريه. يعني الموضوع ده صعب جدا ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي. لكن خليني اكد لان دي جزئيه مهمه. ناصر ماهر لعيب كبير جدا جدا وحتى الان هو لاعب في النادي الاهلي وحتى الان محدش عارف هل ناصر ماهر مكمل ولا هيطلع اعاره ولا هيطلع اعارة. مؤمن زكريا لعيب كبير جدا وعنده تاريخ مع النادي الاهلي محدش عارف حتى الان وهنعرف ان شاء الله خلال الايام الجايه هل مؤمن مكمل ولا هيطلع اعارة في حته تانيه او يتم بيعه. الامور دي كلها متروكه لمين تاني وتالت ولازم نعيد ونزيد في الجزئيه دي. متروكه للمسؤولين في النادي الاهلي بالتنسيق ما بين الجهاز الفني تاني ولجنه التخطيط للكره والكابتن محمود الخطيب. لهم كل الحريه في اختيار الأنسب لنادي الأهلي وإحنا كلنا في ظهرهم عشان بإذن الله بإذن الله المساندة دي هتكون مهمة من خلالها يتحقق كل اللي جمهور النادي الأهلي بيتمناه. دي كانت أخبار النادي الأهلي في الصحف. أخبار الأهلي في المواقع إيه؟ نروح نشوف الموقع الرسمي للنادي الأهلي. إعارة ريان وتوفيق والجزار للجونة لمدة عام. الوطن سبورت. الأهلي واصل استعداداته لإطلع برة وجاهزية سعد سمير خلال 3 أسابيع. الموقع الرسمي للنادي الأهلي. لاسارتي يطمئن على برنامج تجهيز ندفيد. مهم ده. في الجول. الأهلي يكشف موعد عودة سمير وإكرامي ومحمد محمود للتدريبات الجماعية. مهم أيضا. صدى البلد. الأهلي يواجه إطلع برة في برج العرب ذهابا وإيابا. اليوم السابع. الأهلي يدرس خوض مباراة ودية قبل مواجهتي إطلع برة. مبتدا. صفقات الأحمر لا تنتهي. الأهلي يبحث عن لاعب جديد. الشروق. حساب الأهلي على تويتر يحتفل بعيد ميلاد وائل جمعة. 1-3. الأهلي يحسم مصير حسين السيد في جلسة خاصة. سوبر كورة. علي معلول يراهن على هذا الثنائي المصري التونسي الموسم المقبل. الموقع الرسمي للنادي الأهلي. انتظام خماسي الشباب في مران يد الأهلي. طيب الموقع الرسمي للنادي الاهلي بيقول ايه؟ بيقول ان اعاره احمد ياسر ريان واكرم توفيق ومحمود الجزار للجونه لمده عام وده خلاص بشكل رسمي. الثلاثي مكمل اعارته في الجونه لعام اخر وفي الحقيقه هم تالقوا خلال الست شهور اللي لعبوهم مع الجونه وساهموا في بقاء نادي الجونه هذا النادي المحترم في بطوله الدوري الممتاز. ثلاثي مميز جدا وممكن يكون سياسه النادي الاهلي ان انا عايز اكسبهم المزيد من الخبرات في بطولة الدوري الممتاز عشان بعد كده إن شاء الله ما أحتاجهم ألاقيهم بالشكل اللي أنا مستنيه. التلاتة عندهم قدرات مميزة جدا. ده طبعا بعد انتقال كمان عمر رضوان حارس مرمى النادي الأهلي بشكل نهائي وشكل تام لنادي الجونة بالإضافة طبعا لانتقال محمد نجيب نجم النادي الأهلي السابق للجونة. نروح للوطن سبورت. الأهلي واصل استعداداته لإطلع بره وجاهزية سعد سمير خلال 3 أسابيع. استعدادات النادي الأهلي يطلع بره اتكلمنا فيها. جاهزية سعد سمير خلاص إن شاء الله خلال 3 أسابيع وبيعمل بعض التدريبات التأهيلية من خلالها إن شاء الله يكون لائق للمشاركة في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي. لاعب مهم ونتمنى له كل التوفيق. نروح للاعب مهم آخر من خلال الموقع الرسمي النادي الأهلي واللي بيتكلم من خلال إن لاسارتي
يطمئن على برنامج تجهيز نيدفيد. نيدفيد كان اجرى جراحه في الغضروف بيتم تجهيزه دلوقتي، لسه مش عارفين ممكن نيدفيد يرجع امتى للتدريبات، لكن الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه لنيدفيد، وان شاء الله نتمنى له العوده سريعا لمدى اهميه هذا اللاعب. واحنا عملنا مداخله مع نيدفيد بالمناسبه اول امبارح يوم الخميس في اخر حلقات الاسبوع، واتكلم بشكل مستفيض على طموحاته واتكلم على اصابته وكل حاجه، سالناه في كل حاجه. واللاعب في الحقيقه عقليته مميزه جدا، وان شاء الله يكون اضافه قويه فور عودته من الاصابه لصفوف النادي الاهلي. في الجول الاهلي يكشف موعد عوده سمير واكرامي ومحمد محمود التدريبات الجماعيه. اتكلمنا عن سعد سمير، نتكلم على شريف اكرامي. شريف اكرامي خلال اسبوعين بالظبط ان شاء الله يشارك في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، وكان عمل جراحه لازاله العظام الزائده في الركبه. محمد محمود لاعب مهم جدا ومنتظرينه جدا 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 جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله خلال اربع اسابيع بالظبط يبتدي يشارك في التدريبات الجماعيه. طيب يعني دي بعض الاخبار اللي علقنا عليها، بعد الفاصل ان شاء الله هنعلق على اخبار اكتر، بس من خلال استضافتنا للناقد الرياضي المحترم والمميز جدا الاستاذ خالد عامر، الناقد الرياضي في جريده اس الاسبانيه. هنتكلم في تفاصيل كتيره جدا محليا وعالميا وكمان فيما يخص النادي الاهلي. استنونا بعد الفاصل. منورني وشرفني في هذه اللحظات استاذ خالد عامر الناقد الرياضي بجريده اس الاسبانيه. استاذ خالد منورنا ومشرفنا. امير نورك، ربنا يخليك يا رب. كله حلو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله زي الفل. الحمد لله. عندنا كلام كتير قوي عايزين نتكلم فيه، نبتدي محليا. يلا بينا. ماشي. النهارده اتحاد الكره اعلن عن تعديلات جديده بخصوص بدايه بطوله الدوري الجديد، وتعديلات بخصوص بطوله كاس مصر واستكمال هذا او هذه البطوله بالتحديد، وكمان مواعيد السوبر. تعليقك ايه واجتماع طبعا لجنه المسابقات او اتحاد الكره مع مندوبي الانديه للدوري المصري؟ طيب احنا خلينا نقول انه المواعيد الجديده تم الاتفاق على او تم تحديد يوم 19 سبتمبر بالزبط. لعوده الدوري المصري، وقبلها بيوم هيبقى مباراه السوبر. ده انهي موسم؟ السوبر بتاعت انهي موسم؟ مش عارف يعني، هم اكيد هيقولوا لنا قبل الماتش ان شاء الله، هيقولوا لنا ده بتاع الموسم كام. ماتش الكاس تم تحديده امام بيراميدز طبعا ما بين مباراتين اطلع بره يوم 16 او 17 ما بين مباراتين الذهاب والاياب. انا عايز اعلق على النقطه دي، انه ده قد يكون في مصلحه الاهلي. في مصلحه الاهلي ليه بقى؟ قد يكون في مصلحه الاهلي ليه؟ وجود مباراه نسبيا ضعيفه امام فريق بطل جنوب السودان ممكن تدي للاهلي احتكاك كويس. هو مش هيبقى قوي بس احتكاك كويس، هتحط او لاسارتي تحديدا هيحط ايده على بعض النقاط الضروريه كويس قبل مواجهه بيراميدز. عارفين انه مواجهات الاهلي امام بيراميدز في الدوري ما كانتش جيده بالنسبه لجمهور الاهلي وبالنسبه للفريق، والجمهور كله بيعول جدا على مباراه الكاس لاسترداد هبه الاهلي ولتحطيم اسطوره بيراميدز وكذا وكذا. هي الهبه موجوده بتاعت الهبه طبعا كده كده الاهلي ما كانش موفق في الماتشين فان احنا نستعيد مره اخرى سيطره الاهلي المحليه وننافس او نواصل المنافسه على كاس مصر. بطوله كاس مصر عشان ناخد الثنائيه ان شاء الله. ده اعتقد هيبقى بوابته من مباراه اطلع بره الاولانيه. كويس. المباراه الاولانيه والمباراه الثانيه زي ما كنت بقول انه مارتن لاسارتي ممكن بمنتهى البساطه المنافس مش قوي، فممكن يلعب بتشكيل في المباراه الاولى وبتشكيل تاني في المباراه الثانيه ويحط ايده على كثير من النقاط قبل بدايه الدوري، ويجهز لعيبه كتير ويخلي لعيبه جديده تنسجم مع اللعيبه القديمه، ويطعم الفريق في المباراه الثانيه تحديدا، يطعم الفريق باكتر من لاعب من الصفقات الجديده او من اللعيبه اللي جايين من اعارات. كويس. بحيث ان احنا نبدا الموسم مفيش لعيب جديد ولاعيب قديم. كويس. بحيث ان احنا نبدا الموسم الجديد 19 سبتمبر كل اللعيبه منصهره في كيان واحد. بس مباراه الذهاب تحديدا اللي هي المباراه الاولى، هم المباراتين كده كده في القاهره. بس مباراه انا اقصد المباراه الاولى اللي هي ما قبل برج العرب، ما قبل مواجهه بيراميدز، دي هتبقى المباراه الاهم، ان انت تخلصها بنتيجه مريحه، وان انت تجهز الفريق وتجهز اللعيبه لمباراه قويه بعدها بكام يوم امام بيراميدز. ده شيء مهم جدا، وتعديلات اكيد هامه بخصوص ان الدوري ان شاء الله يبتدي بشكل جيد. والنهارده النادي الاهلي اتكلم فيه بالتحديد مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ، وهو
حتمية الالتزام باللوائح الخاصة بالموسم الجديد وما يتمش خرق هذه اللوائح خلال الموسم ده شيء هيكون مهم في انتظام بطولة الدوري صح؟ هو مش شيء مهم، هو شيء حتمي يعني لا غنى عنه. مفيش دولة في العالم، مفيش دوري في العالم ناجح ومستقر بيمشي من غير لوائح. اللي احنا بنشوفه في الدوري المصري على مدار الكثير من السنوات ده عبث، ده شيء كده من الخيال، يعني ان احنا كل اسبوع بلوائح جديده وكل اسبوع بتظبيطات مختلفه عشان خاطر نعالج ازمه او نعدي موقف او نراضي حد او 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 اتحاد الكوره برضو. انا خليني عشان ما اكونش قاسي عليهم، اتحاد الكوره برضو كان مصدوم الى حد ما في القصه دي، لانه احنا في الدوري المصري ما تعودناش على النظام، ما تعودناش ان يبقى فيه لوائح للاسف الشديد، ما تعودناش ان بتبقى فيه لوائح واضحه الناس كلها بتمشي عليها، ما تعودناش ان يبقى فيه مواعيد. احنا شايفين في الدوريات وانت متابع الدوريات الاوروبيه كويس وعارف الناس بتعمل الدوريات بالتوقفات الدوليه بمواعيد كل حاجه من قبل الموسم ما يبدا لحد الموسم ما يخلص. احنا ما تعودناش على كده. سيبك من المواعيد، نقدر نتعود على كده؟ نقدر. بص بعد البطوله العظيمه، وانا فعلا بسميها البطوله العظيمه على الرغم ان كان فيها عيوب، كان فيها عيوب جدا. بس تنظيم بطوله امم افريقيا يعني بطوله امم افريقيا لا هو التنظيم كان عظيم في الحقيقه، عظيم في 4 شهور تقدر تعمل المجهود الجبار ده وتطلع بطوله بهذا الحجم. مصر بس اللي تقدر تعمل كده، بس مصر فعلا. وخلينا ناخد كلمتك دي واقول لك انه طالما مصر تقدر تعمل حاجه بالحجم ده وتعرف تلتزم بهذا النظام الصعب اللي يطلع شكلك قدام العالم كله بهذا الشكل المبهر، لا تعرف تعرف تحط لوائح محدده وتعرف تلتزم بيها وتعرف ما شغل اللوع بقى وشغل ان احنا نظبط حته عشان خاطر فلان يستريح ونظبط حته عشان خاطر النادي الفلاني يعمل ده كله. موضوع التليفونات ده خلص يعني؟ يعني اتمنى المفروض بعد بطوله افريقيا زي ما بقول واهتمام الدولة الكبير جدا بيه والاوتبوت اللي طلع للجمهور اعتقد انه المفروض انه خلاص بقى العصر القديم ده عصر الهوجة والفهلوة اعتقد ان هو ولا يعني. لا ان شاء الله هيكون ولا وباذن الله نشوف شكل اكثر من رائع لمسابقة منتظمة من بطولة الدوري الجديد باذن الله وبطولة الكاس واي حاجة متعلقة بالاتحاد المصري لكرة القدم تكون ناجحة عشان نتمتع بالكرة. احنا عايزين نتمتع بالكرة فعلا يعني، ده الاهم يعني. الاهلي واستعداده لمباراة اطلع بره، البعض شايف ان الماتشين كمان هيتلعبوا في مصر فالامور سهله. انا عن نفسي ببقى متخوف شويه من الحاجات دي، بقلق شويه. شايف انت الماتشين دول ازاي ومطلوب ايه من النادي الاهلي كلاعبين وجهاز فني قبل المواجهه الاولى في دور 64 بطوله دوري ابطال افريقيا؟ هو مش مطلوب من اللاعبين والجهاز الفني غير ان هم يلعبوا بقيمه الاهلي. كويس. بمعنى ايه؟ احيانا وده عيب في اللاعب المصري عامه، ما بخصش حد يعني، او عيب في الشعب المصري مش في اللاعب بس. كويس. انه بيتاثر احيانا بمستوى المنافس. بيتاثر بمستوى المنافس بالظبط يعني. المستوى المنافس بتاعك مستواه مرتفع، انت بتلعب بنفس الدرجه وبتقدم مباريات مبهره جدا وبتلعب بتكسر الدنيا. لو المنافس اللي قدامك مستواه اقل نسبيا منك انت ما بتلعبش بمستواك الحقيقي. انت بتنزل عشان تلعب بمستواه تمام، وده بيأثر على شكلك في الملعب وبيأثر على تنفيذك للخطط والتكتيك. دي ممكن تكون ثقافه اللاعب المصري يعني. بالظبط. هو يعني انا بقول ان هي ثقافه شعب كامل مش ثقافه لاعب بس يعني. المطلوب من الاهلي ايه؟ المواجهه سهله. كويس. ما تعقدهاش على نفسك، ما تصعبهاش، سواء الجهاز الفني بقياده لاسارتي او اللاعبين بقيادة اللاعبين الخبرة أولا وباقي اللاعبين. العب السهل، التزم بتعليمات الجهاز الفني، العب بقيمة النادي الأهلي، العب بالكواليتي بتاع النادي الأهلي، العب باسم النادي الأهلي اللي معروف في أفريقيا كلها أنه هو ملك القارة طبعا. العب عشان خاطر تصلح الصورة الذهنية السيئة بتاعة الخروج من أفريقيا الموسم الماضي. احنا عارفين ان الموسم الماضي دي كانت كبوه وده مش مستوى الاهلي بالظبط، ودي مش قيمه الاهلي في افريقيا، ولكن في النهايه الاهلي خرج من افريقيا الموسم الماضي في مباراه. انا مش هتكلم عن النتيجه لان النتائج وارد بتحصل، انا مش هتكلم عن النتيجه قد ما هتكلم عن الاداء. الاداء ما كانش مقنع بالنسبه للجمهور. اللي مطلوب دلوقتي امام فريق الى حد ما في المتناول، مش الى حد ما، هو في المتناول. المطلوب منك ان انت
تعوض الصوره الذهنيه السيئه بان انت تقدم مباراه ممتعه، اولا تبسط نفسك وتبسط الجمهور وتكسب وتريح نفسك قبل مباراه بيراميدز وقبل مباراه العوده. ده بالنسبه لاول مباراه. المباراه العوده اعتقد انه هيبقى مطلوب من الجهاز الفني اذا ما تم انهاء المباراه الاولى بنتيجه مريحه ان هو يبدا يجرب لعيبه جديده، ان هو يجرب توليفات جديده او جمل مختلفه في الملعب، بحيث ان احنا نخش الدوري واحنا مستقرين على 90% من الشكل. بس ده شيء مهم جدا، ومناسبه يعني اخفاق النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا السابقه ومباراه سان داونز، يعني مش عايز اطلع مبرر لكن في امور منطقيه ساعات كده خالد بتحصل، اللي هو انت وده برضو مش مبرر، يعني انت بتلعب ضغط مباريات كتيره جدا، اربعه كل 48 ساعه ماتش، وكان الظروف صعبه كانت على النادي الاهلي بشكل عام في الموسم كله في الحقيقه. طبعا هو انا ما بقولش انه، انا اشكرك على كلمه انا مش عايز نلاقي مبرر. هو احنا لو فكرنا في المبررات مش الحجج، لو فكرنا انا قصدي مفيش تقصير يعني من بالظبط، هو مفيش تقصير. بس هي الفكره في الموضوع ايه؟ انه الاهلي خرج بالظبط، كان هي دي النتيجه النهائيه، كان ليه مباريات، كان بيلعب في درجه حراره ودرجه رطوبه عاليه جدا في جنوب افريقيا، الفريق الجنوب افريقي اختار التوقيت لانه عارف ان اللاعب المصري ما يعرفش يلعب في التوقيت في الجو ده، اختار توقيت صعب جدا بالنسبه للاهلي، كانت الدنيا معصلجه جدا، مع يعني مع احترامي الشديد للتحكيم في افريقيا كان ضايع ماشي. في جونين من الخمس تجوان ما ينفعش تحط في ضربه جزاء مش ضربه جزاء، وفي جون كان لازم يتعادل، يعني كان في ظروف مختلفه يعني اثرت على نتيجه هذه المباراه، وليه جون في هنا في القاهره اتلغى وهو المفروض يتحسب، فاكيد في مبررات كتير قوي لخروج الاهلي بالشكل ده. لكن ابناء النادي الاهلي لم يعتادوا على المبررات، ابناء النادي الاهلي طبعا خلاص النتيجه خلصنا والسنه عدت كمان وكل حاجه، احنا عايزين بقى نعوض هذا الاخفاق بفوز باللقب مش بس التاهل للادوار المقبله. صفقات النادي الاهلي رايك فيها ايه؟ تقييمك ليها ايه؟ اليو ديانج، متولي، قفشه، ورمضان صبحي امتداد عرتو، رايك؟ ممتازه لانه ليه بقى؟ الاهلي لما فكر ما فكرش في الكم، فكر في الكيف، الكواليتي، الكيف. حلو؟ عندك احتياج في حته معينه، عندك حمدي فتحي دستروير وحيد في نص الملعب، فبتجيب جنبه اليو ديانج عشان يبقى عندك دستروييرز حمدي فتحي واليو ديانج، وعندك ريجيستا اللي هو ارتكاز تاني بس بيصنع كور، عندك عدد كبير من اللعيبه السوليه وهشام محمد وفي حسام عاشور وفي ناس كتير وحسام عاشور وكريم نيدفيد بعد الاعاده من محمد محمود ومحمد محمود لما يرجع. الخط ده ممتلئ في الحقيقه، الخط ده بقى متكامل، بس كان محتاج جنب حمدي فتحي دستروير كمان، وقد كان وده اللي حصل، وقد كان في اليو ديانج. كنت محتاج مدافع بشده، تمام، جبت محمود متولي، وفي كلام على انه في اهتمامات اخرى بعدد اخر من اللاعبين، ما حصلش نصيب يعني. محتاج وينج لان انت عندك الوينجات في منهم هيطلع اعارات وفي منهم هيمشي وهكذا، مدت اعاره رمضان صبحي ان هو كان احد ابرز العلامات الفارقه في مسيره الاهلي الموسم الماضي طبعا منذ انضمامه في يناير طبعا. طيب محتاج صانع لعب، ليه محتاج صانع لعب؟ عندك صانع لاعب واحد اللي هو صالح جمعه، عندك نصر ماهر، بس نصر ماهر بعيد شويه عن حسابات لاسارتي، وبالاضافه ان هو لعيب بعيد عن حسابات لاسارتي هو بيجيد اكتر في مركز الوينج او الطرف، حتى لو هنلعب 4-3-3 فهو بيجيد اكتر في حته ان هو ياخد الطرف الشمال. طيب خلي بالك هو في الناشئين كان بيلعب رقم 10، رقم 10 صريح. لا ما انا عارف، بس انا بتكلم على توظيفه في النادي الاهلي من ساعه ما جه، في اطار سياسه لاسارتي يعني. هو بيلعبه في الحته دي. طيب انت محتاج رقم 10 جنب صالح جمعه لسببين، اولا عندك اربع خمس منافسات، اربع خمس بطولات بتنافس عليهم، ما ينفعش تعتمد على واحد طبعا فقط، لظروف اجهاد، لظروف لا قدر الله اصابات، لاكثر من ظرف بيحصل للعيبه الكوره، احنا كلنا عارفين السيستم بيبقى ماشي ازاي او عارفين الدنيا بتبقى ماشيه ازاي، فصعب جدا ان انت تخلي لعيب واحد. طيب اذا ما فكرنا ما حصلش اي ظرف وانت مكمل بلاعب واحد، لاعب واحد بس في المركز يبوظه، لوجود اثنين لعيبه في نفس المركز بنفس الكواليتي او بنفس القيمه والاثنين لعيبه كبار جدا يرفعوا بعض الاثنين في حاله التنافسيه اللي ما بينهم، تخلي الاثنين كل منافسة، واحد منافسه، اخلق منافسه يعني. بالظبط كده، احنا كلنا وكله عارفين في مصلحه النادي، وكله في مصلحه النادي وفي مصلحه منتخب مصر، كله بيصب في مصلحه منتخب مصر في الاخر. فالصفقه اكثر من رائعه، او الصفقات بشكل عام اكثر من رائعه. كنت بتتكلم قبل ما ندخل في الفقره السابقه عن احتياج الاهلي المهاجم.
مش انا اللي بتكلم، أو كنت او بس لا عشان بص صح عشان اذا كان الناس شايفه يعني بعض الصحف هي اللي بتتكلم في الجزئيه دي، مش انا اللي بتكلم، احنا بنعلق بس على الاخبار اللي بتصدر. انا بتكلم على تعليقك على انا بتكلم على تعليقك على الصحف بالظبط. اذا كان الاهلي محتاج لمهاجم في ظل وجود عدد من المهاجمين بس كلهم تقريبا بيلعبوا نفس الدور اللي هو دور الميز رانر اللي بيتحرك اكتر من بره المنطقه، واحتياجه لمهاجم داخل المنطقه من وجهه نظر الصحف، من وجهه نظر الصحف احنا مش عارفين السياسه عند المسؤولين في النادي الاهلي ايه. يعني النادي الاهلي كمان بيمتاز باخاد وانت عارف كده كويس، النادي الاهلي بيبقى عنده سريه في اتمام اموره، فعشان كده احنا مش هنقدر، مش هينفع نقعد نقول لحضراتكم الاهلي اه بيجيب مهاجم او الاهلي ما بيجيبش مهاجم، لا الموضوع في اطار سري جدا خاص بالمسؤولين في النادي الاهلي. انا كنت عايز اضيف حاجه بس، ده غير ان انت كنت بتعلق على رأي الصحف، انا بضيف رايي انا الشخصي اتفضل. انه معظم لاعبي الاهلي او مهاجمين الاهلي كلهم الميز رانرز اللي انا بقول لك عليهم، اللي هم بيتحركوا على المنطقه من بره. فاذا كان الاهلي محتاج مهاجم فهو محتاج مهاجم جوه المنطقه، طبعا بالاضافه الى ما نقدرش ننكر دور مروان محسن طبعا كمهاجم كمهاجم فولس ناين محطه بيعمل زي ممتاز. الكتاب ما بيقول. فاذا كان الاهلي محتاج مهاجم اعتقد ان الاهلي عنده لجنه كوره، واعتقد ان الاهلي عنده نجوم كبار لجنه تخطيط بقياده وعنده مجلس اداره بقياده كابتن محمود اللي مش هيجي اعظم منه في تاريخ الكوره، فاهم قصدي؟ فاعتقد ان هم شايفين احتياجات الفريق كويس، واعتقد ان هم ماشيين في خطه التدعيم بشكل جيد، واعتقد ان هم شايفين اذا كان الاهلي محتاج مهاجم، وانا برضو عشان اكون منصف انا واحد من الناس اللي شايف ان الاهلي محتاج مهاجم. وجهه طبعا وجهه نظر، بس وجهه نظر على فكره عدد من جماهير النادي الاهلي منطقيين، انا برضو لازم نبقى منطقيين، في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي بيقول ان احنا ممكن نكون محتاجين لمهاجم، لكن دايما رؤيه الجمهور قد، انا مش باكد، قد تكون مختلفه مع سياسه المسؤولين والجهاز الفني. اشكرك اشكرك لانه انا برضو انا عايز اكد انه الجمهور اذا كان دوره مهم في دعم الفريق واعطائه الدوافع والحافز الاساسي للفوز بالبطولات، بس دور الجمهور بيتوقف عند ده وبيبدا بعد نهايه الموسم في مرحله الحساب. صح، بس مش دور الجمهور انه يحط الخطط والسياسات والاستراتيجيات في التعاقد وفي اللعب وفي ده مش دور الجمهور خالص. ده كل حد ليه هو دور معين. هو اي واحد من الجمهور لما بيقول وجهه نظره بيبقى وجهه نظره حرصا على النادي الفريق وخوفا طبعا على الفريق وحقهم، دول الجمهور اللي من غيرهم من فريق النادي الاهلي ما يقدرش يعمل حاجه، لان النادي الاهلي طبعا كان كبير وكان عظيم، لكن بجمهوره طبعا ده شيء مفروغ منه. يعني ده شيء مفروغ منه. فعوده لموضوع المهاجم، اذا كان الاهلي محتاج مهاجم فهو محتاج مهاجم وفقا لرؤيه لجنه التخطيط ومجلس الاداره، وهم اذا شايفين ده فهم اكيد 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 بلا شك هيسعوا وهيحاربوا في سبيل ان هم يحققوا او يجيبوا يستقطبوا هذه الصفقه قبل نهايه موسم الانتقالات. فانا عايز اطمن الجمهور انه ما تقلقوش، اذا كنت انتوا شايفين انه اذا كان عدد كبير من الجمهور شايف ان الاهلي محتاج مهاجم ففي نجوم كبار في النادي الاهلي قد يشاركوكم نفس الراي، واذا شاركوكم نفس الراي فبالتاكيد في مهاجم كبير جاي للنادي الاهلي في الفتره المقبله. مفهوم المهاجم ايه عندنا هنا في مصر؟ لان البعض بيعتقد ان المهاجم ده لازم يجيب لي جوان كتير. لا ودي وجهه نظر طبعا. ممكن الواحد يشوف ان انا المهاجم بالنسبه لي ده اللي يجيب لي اهداف ويخلص لي ماتشات وكلام من ده، والبعض يقول لك المهاجم بالنسبه لي محطه للقادمين من الخلف واللي بيقدروا ان هم يحرزوا الاهداف. هل المفروض المهاجم يكون خليط من الاثنين ولا مش شرط؟ بص مش كل الناس حسام حسن وعماد متعب. حلو. اوكي؟ حلو. في طفرات في المركز ده، وفي النموذجي. بالظبط. النموذجي بيقول ايه؟ انه في ثلاث وظائف للمهاجم. في الفوكس ان ذا بوكس اللي هو المهاجم الخطاف بتاع المنطقه، تعرض له الكوره يحطها جون. في المهاجم الميز رانر. ودولت اللي موجودين في الاهلي اللي هم صلاح محسن ووليد ازارو، اللي هو بيجري على المنطقه من اكتر من بره، يستغل سرعته وقوته البدنيه في ان هو يخلخل الدفاع ويفتح مساحات سواء للي جاي من بره لو انت بتلعب بمهاجم واحد، او للمهاجم الثاني لو انت بتلعب باثنين مهاجمين. وفي المهاجم الفولس ناين او المحطه اللي هو بيبقى مدي ظهره للجون، بيسند على الناس بتسند عليه وهو بيوزع. بالظبط.
شفنا الجون دوت جون مروان محسن. انا للاسف الشديد مش متذكر كان في ماتش مين بالظبط. هو كان عامل ازاي الجون قول لي؟ كان اعتقد في المقاولين. كان مروان محسن استلم الكوره وحجز وهيئها لناصر ماهر وناصر ماهر جه حطها في الجون. لا ده في الجونه. في الجونه. المقاولين احنا ما جبناش في المقاولين اهداف غير في الماتش الاخير. في الماتش الاخير احنا خسرنا منهم مباراه. خسرنا منهم الجونه. الهدف ده اللي انت بتقول عليه بتاع ناصر ماهر فعلا بتاع مروان محسن محطه باص الكوره زي ما الكتاب ما بيقول وحواليه اثنين حجز على كورته صح واستنى ورفع عينه وشاف المهاجم اللاعب وهو جاي اداله الكوره متقشره عشان يحطها جون. فاحنا دلوقتي بنتكلم على ثلاث خصائص للمهاجم. الثلاث خصائص مش لازم بالطبع يتوفروا في مهاجم واحد. عندك ميز رانر، عندك اثنين، عندك فولس ناين، عندك واحد. لو عرفت تجيب فوكس ان ذا بوكس كويس قوي. لو ما عرفتش تجيب فوكس ان ذا بوكس هتوظف واحد من الميز رانرز ان هو يبقى هو المهاجم الخطاف بالزبط. وتلعب على هذا الاساس. بس يعني هل المهاجم اللي هو بيجيب الاقل فرصه ده هل ده ظاهره اختفت في العالم كله؟ يعني انت دلوقتي لما تيجي تفكر دلوقتي لوكاكو مش هداف الدوري الانجليزي تمام محطه. الهدافين مين؟ صلاح وماني والوينجات بالظبط. الوحيد اللي بينافس على الهداف دايما في انجلترا مثلا هاري كين وشويه اجويرو فاهم. لكن هل دي ظاهره فعلا اختفت ظاهره الهداف دي الخطاف؟ هي بقى لها سنتين او ثلاثه العالم كله. واحنا اتكلمنا انا كنت هنا في قناه الاهلي برضو واتكلمنا في نفس النقطه لانه ساعتها كان موضوع كبير قوي وقلت انه العالم بيعاني من هذا المركز تمام. لانه بعد الكثير من المهاجمين العظماء جدا شيفتشينكو ورونالدو وباتيستوتا و و و و مش هنقول وين روني وكلام كتير قوي ناس كتير وممكن يكون اختلاف طرق لعب برضو خلي بالك ما هي بيزك الاختلاف طرق لعب بقى عندك فجاه المهاجمين اللي هم المنطقه يتعدوا على صوابع الايد يعني عندك اجويرو عندك ليفاندوفسكي عندك بنزيما عندك عدد من اللاعبين القليلين قوي اللي هم اللي بيلعبوا مهاجم صندوق اللي بيعرفوا يجيبوا جوال او اللي بيهدفوا فعلا. عندك بنزيما ما كانش بيهدف كل فين وفين بس بنزيما كان دوره الاساسي ايه؟ ان هو يفضي المنطقه لرونالدو يجي يحط جول. صح فعلا. عندك فيرمينيو دوره الاساسي ان هو يفضي المنطقه يا اما لصلاح يا اما لماني. فعلا حصل. فهو العالم بيعاني من قله المهاجمين بس العالم في ظل معاناته من قله المهاجمين بيلجا للسياسه اكتشف طريقة جديدة في إحراز الأهداف اللي هي يا إما الوينجين يا إما القادم من الخلف. وخليني أقول على حاجة. سنة 2001 مانويل جوزيه تقريبا كان أول واحد أشوفه بيلعب بالطريقة دي. كان كابتن أحمد بلال. صح. 24 ساعة مدي ظهره للجون يستلم يحط ناس في ظهره ويدي للناس اللي جاية من ورا. حصل فعلا في ماتش 6-1 مثلا مع حصل في ماتش 6-1 جون خالد بيبو. بلال يعني احنا جايبين 6 أهداف بس بلال ما جابش جون. ما جابش؟ بس بلال عمل كام جون؟ عمل بتاع 2-3 سواء بطريقة مباشرة أو سواء بتحرك فضى مساحة كتير. طيب عماد متعب في 2008 عماد متعب في 2008 كان ما جابش ولا جون في البطولة. وكان أساسي كل ماتشاته. بس تحركاته كانت عاملة إزاي؟ غير الأسيست اللي عمله محمد زيدان في ماتش الكاميرون. تحركاته كانت عاملة إزاي؟ تحركاته الأسيست اللي عمله لمحمد زيدان كان أبو تريكة مش لا 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 في ماتش الكاميرون ال 1 2 هو أنت قصدك في الماتش الأولاني مش النهائي في المجموعات صح كان ال 1 2 ما بينه هو محمد زيدان ومحمد زيدان راح. فإحنا بنتكلم دلوقتي على وظيفة جديدة من المهاجمين يعني اكتشفناها من زمان بس ما اتطبقتش فعليا لانه كان العالم بيسخر بالمهاجمين الاشداء فما كانش ينفع نركنهم وما كانش ينفع نخليهم محطه يعني ما كانش ينفع نخلي رونالدو نازاريو محطه مثلا ده اسطوره ده لا ده اسطوره لوحده ده اللي ما جاش زيه ده طبعا فمع اختفاء المهاجمين العظماء اللي احنا بنتكلم عليهم دول بدانا نكتشف دور جديد للمهاجم وبدأنا نكتشف آليات جديدة للوينجات ولصانع اللعب أو للقادمين من الخلف عموما يعني. طيب يعني في الآخر ده أو دي أمور متروكة للمسؤولين في أي نادي بشكل عام مش النادي الأهلي بس هو كل واحد بيشوف احتياجاته إيه وبيشوف سياسته إيه وبيحاول إن هو يدعم أو يكتفي كلها أمور متروكة لكل المسؤولين في الحقيقة يعني. أنا عايز أستغل تواجدك معايا ونتكلم عالميا شوية، إحنا اتكلمنا محليا واتكلمنا عن النادي الأهلي، عايزين نتكلم عالميا شوية، وإحنا في سوق انتقالات صيفية دلوقتي وصفقات كتير مشتعلة جدا في أوروبا بالتحديد يعني. نبتدي مثلا بإنجلترا. إنجلترا السوق هيقفل خلاص قبل الدوري
ما يبتدي على طول، وده طبقا للوائح الجديده. احنا قبل كده كان سوق الانتقالات بيكمل لغايه يوم 31 اغسطس، لكن الاتحاد الانجليزي وبالاتفاق مع الانديه الموسم اللي فات قالوا ان احنا من الموسم الجديد التعاقدات تقفل يوم 8 قبل اول مباراه على طول. هل الدوري الانجليزي شايف بالتعاقدات الجديده المختلف الانديه في انجلترا ما عدا ليفربول في الحقيقه جابوا لعيب عنده 16 سنه كده بس الوحيد يعني اللي جابوه، هل السوق هناك مشتعل شويه في انجلترا؟ انجلترا تعتبر الاهدأ من ضمن الدوريات الكبرى بخلاف طبعا ارسنال اللي ما اعرفش ايه اللي حصل لهم، جابوا مشرفوا جابوا بيبي دلوقتي، نيكولاس بيبي ده لعيب اغلى لعيب افريقي دلوقتي مع الوضع في الاعتبار ان هم دلوقتي في مفاوضات قويه جدا مع كوتينيو مثلا. فعلا يعني كوتينيو دخل في حسابات غيروا سياستهم كانوا ما كانش بيصرف ايام فينجر ما كانش لا ما كانش بيصرف خالص بس هو دلوقتي اوناي امري اختلف الامر معاه شويه معرفش ازاي قدر يلعب في دماغ الاداره ان هم يفكوا الكيس. احنا شايفين تعاقدات كبيره جدا بالنسبه لارسنال في الفتره اللي فاتت. يعتبر ارسنال هو اكثر الانديه اللي جابت صفقات نشاطا في الميركاتو. تشيلسي عامل صفقات كويسه، بولزيتش لعيب هايل، بولزيتش لعيب جامد جدا، بولزيتش لعيب مكان هازارد ده على طول خطير خطير. بولزيتش هو هيلبس رقم 10 مكان لا اللي هيلبس رقم 10 ويليان هو هياخد رقم 22 مكان ويليان ويليان برضو لعيب جبار يعني. ويليان وبيدرو شفتوا جون بيدرو؟ لا تشيلسي هيبقى تشيلسي هيبقى الموسم الجديد حلو. الايه الجون بتاع الكعب رهيب فظيع. هو بيدرو اصلا من ساعه ما كان في برشلونه وهو لعيب دينامو يعني لعيب تعتمد عليه في اي مركز بيلعب في جول بتاعه. الصفقات القديمه بما اننا بنتكلم عن بيدرو فده لاعب قديم في تشيلسي مع الصفقات الجديده مش في تشيلسي بس في كل الانديه بتنذر بموسم قوي في دوري في الدوري الانجليزي خاصة ان الدوري الانجليزي مفنش الموسم اللي فات. تشيلسي محرومين من تعاقدات، هم بس جابوا بوليزيتش. هم جابوا بوليزيتش قبل ما يتكلموا معاه بس وكملوا تقريبا كوفازيتش من ريال مدريد كان اعاره وكان في بند شراء بالظبط. بالاضافه الى ان هو كان عنده كتيبه معارين هيرجع منهم شويه بالظبط، في منهم باكايوكو مثلا رجع بس لامبرد قال ان هو مش عايزه فقال له يدور على نادي يعني، بس في كتيبه اخرى من المحترفين او من المعارين هيرجع منهم شويه عشان يتغلب شويه او يتجاوز شويه حته ان هو ممنوع من التعاقدات. عندك مثلا مانشستر يونايتد دلوقتي بدا يخش بقوه بس داخل متاخر شويه، هو بيحاولوا يخلصوا ديبالا في صفقه تبادليه مع لوكاكو، والنهارده ظهر مانزوكيتش كمان النهارده ظهر انه بدا التواصل ما بين اداره مانشستر يونايتد لانه صفقه ديبالا واقفه يعني خلينا نقول هو لاعب طالب فلوس كتير اعتقد وهم عندهم في المركز بتاع ديبالا عدد كويس بس ديبالا قيمه ما ينفعش تقول لها لا طبعا بس انا عندي زيك او عندي في نفس المركز فلو هصرف هذا الكم من المبالغ الخرافيه عشان اجيبك طب ما اجيب مركز انا فعلا محتاجه ان هو مانزوكيتش وهو محتاج مهاجم فاهم قصدي؟ فالنهارده بدا الكلام يتغير شويه من لوكاكو مقابل ديبالا لوكاكو مقابل مانزوكيتش وفي ترحيب من جانب يوفنتوس ترحيب شديد كمان والصفقه بتخلص يعني او مش بتخلص يعني في موافقات مبدئيه من الطرفين في انتظار التفاصيل الاخرى لان انا على الهوا مش عارف اتابع بقيه اللي حصل يعني فده عندك مانشستر يونايتد عمل صفقات كويسه باسامي بوتنشلز مش اسامي ارون بوساكا طبعا لعيب جامد جدا باك رايت مميز في الحقيقه من كريستال بالاس وعندك هاري ماجواير خلاص خلص تقريبا اغلى مدافع في التاريخ دلوقتي خمسه بعد فان دايك 75 ما هو اغلى مدافع بس انا يعني شايفه اوفر شويه اوفر على ماجواير يعني بص ماجواير نوع من اللعيبه الكلاسيكيين اللي عندهم اخطاء المدافعين الكلاسيكيين فاهم قصدي؟ قوي بدنيا بس بطيء سنه بس بطيء قوي لان قوته البدنيه مؤثره على سرعته تمركزه مش على طول صح عنده راسيات كويسه بس مش على طول بيتمركز صح عشان يعرف يستفيد من راسيات بالظبط عنده مشاكل يعني هاري ماجواير كمدافع عنده مشاكل انا لو مكانهم افكر في لعيب زي ما فكرت في دانيال جيمس
ده لعيب خطير طبعا، مميز جدا، لعيب صغير سريع جدا حريف جدا بيصنع بغزاره للمهاجم، ومش اسم محدش كان يعرفه او يعني المتابعين يعرفوه بس مش اسم معروف، مش سو يعني في وجهه نظر بعض مش سوبر، مش سوبر او ما كانش مطروح اصلا على على الساحه حتى ولا بي كلاس مش موجود. بس هو لما تتكلم اللي انا بتكلم على دايما هو بوتنشال واسم. اللعيب الاسم مش دايما بيبقى مفيد، اللعيب البوتنشال اللي مش اسم دايما بيبقى مفيد لانه عايز يعمل نفسه اسم، مع ان هو الناس بتتنبأ ان هو عنده كارير او عنده معدل نمو معين فبالتالي بيبقى مفيد جدا للفريق. انا شايف هاري ماجواير ما عندوش معدل النمو ده، فاهم قصدي؟ شايف انه في مدافعين اخرين في الدوري الانجليزي، لو انت عايز تجيب من الدوري الانجليزي زي مين؟ زي مين؟ زي ألدرفيلد. اه طبعا بتاع توتنهام، مدافع مميز جدا، مدافع اكثر من رائع، مع انه اكبر من ماجواير. يعني ماجواير المفروض متاح في السوق على فكره، متاح متاح المفروض ان هو يبقى يعني هاري ماجواير معدل النمو بتاعه اكثر أسرع من او اسرع من ألدرفيلد، بس احنا شايفين العكس خالص. في عدد كبير قوي من المدافعين. طب هنبص للسوق اللي بره ايطاليا، عندك كتير قوي بقى، عندك مانولاس من روما، عندك رومانيو من بره انجلترا، لو رحت ايطاليا عندك مانولاس من روما، عندك عندك رومانيولي من ميلان، عندك عندك عدد كبير قوي من المدافعين. مش هتكلم على ايطاليا طبعا لان هي بلد الدفاع. فانا شايف انه اداره مانشستر اختارت في الدفاع عكس ما عملت في الهجوم، اختارت الاسم على حساب البوتنشال. فهي انا شايف ان هي صفقه مش موفقه. طيب بالنسبه لي قبل ما نسيب انجلترا نتكلم على ليفربول اللي ما عملتش تعاقدات، يعتبر هو عوده تشامبرلين دي هتمثل قوه اكيد، اللي هم معتمدين على العوده دي بشكل كبير، واللاعب اللي عنده 16 سنه ده لعيب جديد ولسه جاي من اسبوع تقريبا شارك في مباريات وديه. هل هم مكتفيين بالنجوم اللي عندهم وان هم كانوا بينافسوا على الدوري لغايه اخر لحظه السنه اللي فاتت وخدوا تشامبيونز ليج كمان؟ بص هو اعتقد انه يورجن كلوب، لا هو لحد دلوقتي ما فيش اهتمامات رسميه من ليفربول باي لاعب. هو الكلام كان على كوتينيو شويه في كل التقارير، ولا دي كانت يعني ما كانتش مصدر موثوق فيه، ما فيش جديه في الموضوع. فاهم، ما كانش في جديه بالظبط زي ما بتقول. بس هو بالتاكيد يورجن كلوب عارف اهميه ان انت تجيب صفقه سوبر او تجيب لاعب سوبر يكون بديل للاعبين اللي عندك. احنا شفنا التعاقدات، اربع تعاقدات تحديدا، نابي كيتا وفابينيو ومحمد صلاح واليسون باكر، اربعه ودوك ضافوا وجابوا لك تشامبيونز ليج وبعدين جابوا لك البطوله. فلا هو اكيد هيضم لعيبه، هو عنده على فكره خلي بالك بس مفيش وقت، بس لسه يعني لسه قدامه كام يوم، ثلاث اربع ايام، خمس ايام بالظبط. فهو في خلال الاربع ايام اللي جايين اعتقد ان هو هيبقى في صفقه جايه لليفربول. طيب اذا في حاله انه ما جابش صفقه، يورجن كلوب طول الفتره اللي فاتت ماشي في سياق ان هو يطلع لعيبه شباب ويجربهم ويديهم ثقه. شفنا لاعب في مباراه ليفربول امام ليون في المباراه الوديه اسمه ويلسون لعيب اللي مميز، جاب الجون، لعيب اكثر من رائع، عنده شخصيه وعنده يعني عنده ثبات انفعالي في الملعب. لو حد كان شاف الجون، خد الكره من يعني استلم كره عرضيه من نص الملعب صلحها لنفسه وشاط من نص الملعب. لاعب عنده 17 سنه، عنده الثقه في نفسه ان هو يودي كره زي دي. الناس بتثق في رؤيه وعين يورجن كلوب طبعا، في حقيقه يعني طبعا، خاصه في الاكتشافات طبعا، في التعاقدات يعني في الاكتشافات اكتر من التعاقدات يورجن كلوب مميز قوي في الحته دي. طيب قبل ما اسيب انجلترا، بكره في بالمناسبه مباراه درع الخيريه ما بين ليفربول ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي خدت كل البطولات في انجلترا، بس في نفس الوقت ليفربول تاني الدوري الانجليزي وهي دي اللوائح في انجلترا. يعني شايف المباراه دي ازاي، وهل ممكن تكون بدايه قويه لليفربول او مانشستر سيتي يعني للموسم الجديد، وهل ممكن تكون اضافه لفرص محمد صلاح للمنافسه على ذا بيست؟ فرص في الحصول على الجائزه ولا في المنافسه؟ في الثلاث في المنافسه. اوكي لان طيب. الحصول دي انا مستصعبها شويه، صعبه شويه بعد الاخفاق في افريقيا، بعد الاخفاق بالظبط. الله يفتح عليك. لا هي بص، هي احنا خلينا نقول انه بطوله الدرع الخيريه هي قد تكون البدايه الامثل بالنسبه لليفربول وليورجن كلوب ولكتيبه النجوم اللي معاه في بدايه قويه للسيزون الجديد. في ظل خليني اقول في ظل توقعات بخروج ليفربول من المنافسه على الالقاب المحليه للموسم الجديد. ده في توقعات بكده؟ الناس كلها او الراي العام في انجلترا ماشي في ناحيه
انه ليفربول المستوى اللي فات ده كان وان يير وندر، انه مش هيقدر يعمل المستوى ده مره اخرى الموسم الجديد. قد يكون او قد تكون مباراه الغد امام مانشستر سيتي اولا لتعويض الخساره امامه في الدوري، في الدوري اللي خسرته اللقب، ثانيا للحصول على اول بطوله محليه لكاتبه النجوم دول، وبدايه موسم جديد يخرس فيه الالسنه اللي بتقول ان احنا مش هنعمل حاجه محليه. نتمنى لهم كل التوفيق في الحقيقه عشان نجمنا المصري محمد صلاح، ونتمنى لاستون فيلا كمان عشان محمدي وعشان تريزيجيه، وده شيء مهم وانتقال كان مهم جدا تريزيجيه. بس انا سريعا قبل ما اختم عايز اتكلم على سوق الانتقالات في اسبانيا، كلام ريال مدريد وبرشلونه. برشلونه لسه يعني جابوا ديونج، كلام كتير على وجريزمان طبعا، وكلام كتير على نيمار وعودته. في المقابل ريال مدريد بتبحث خلال اللحظات الحاليه التعاقد يا اما مع فان دي بيك من اياكس يا اما بول بوجبا من مانشستر يونايتد. اخر التطورات ايه؟ فان دي بيك خلاص ريال مدريد خلاص. فان دي بيك يعني معنى ده ان بوجبا مش رايح بنسبه 95% فان دي بيك، وبنسبه 70% بوجبا معاه الاثنين. كويس. زين الدين زيدان عايز يعمل خط احلام، عنده توني كروس، عنده كازيميرو، عنده مودريتش، بس اعتقد دلوقتي في كلام على ان مودريتش هيخرج لانه في كلام ان مودريتش مش موافق او مش راضي على ان هو يقعد احتياطي. وفي ظل وجود الاسماء الموجوده دي هيبقى صعب قوي على لاعب زي مودريتش كبر في السن، المنافسه مع لاعبين اصغر منه واكثر حيويه زي فان دي بيك وبوجبا. ففي كلام ان مودريتش هيخرج من او في تكهنات بكده، تقارير غير رسميه ان فان دي بيك انه مودريتش هيخرج. فان دي بيك خلاص 95% في ريال مدريد، تم التوصل الى اتفاق ما بين اياكس وما بين ريال مدريد، وبنسبه 70% لسه المفاوضات جاريه مع بول بوجبا اللي عايز يمشي من مانشستر يونايتد، والريال مدريد طول عمرها مهتمه بان هي تجيبه. نيمار وبرشلونه سريعا. قريب جدا، وبرشلونه عايزه ونيمار عايز، ناقص التواصل النهائي ما بين برشلونه وما بين باريس سان جيرمان. ماشي، نتمنى نشوف نشوف مواسم كالعاده رائعه من خلال الدوريات الاوروبيه، بتحديد الدوري الانجليزي، وده بيبقى عيد بصراحه لما بيتم استئناف الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الاسباني. انا بالنسبه للايطالي انا بالنسبه للانجليزي بصراحه. يعني عامه اوروبا كلها مليئه بالكره الكويسه جدا، والاهم من كل الدوريات دي بصراحه الشامبيونز ليج يعني. فاحنا منتظرين طبعا كل هذه الامور. يا خالد نورتني وشرفتني، وكنت سعيد جدا ان انت كنت معايا النهارده. انا ببقى مبسوط دايما وانا معاك يا امير. ربنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا في فقرتنا الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده استاذ خالد عامر، الناقد الرياضي بجريده اس الاسبانيه، واتكلمنا في امور عديده سواء محليا وكمان فيما يخص النادي الاهلي، واتكلمنا بالتحديد عالميا في اخبار كتيره جدا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده. استنونا وحلقة جديدة بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.